هيثم سرحان من المدينة الجوية، والتي بإذن الله سيتلقى منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ حكم ساكن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احمد الله سبحانه وتعالى ان هيئ لنا هذا اللقاء، واساله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. نقرا في هذا النظم للشيخ حافظ الحكيمي رحمه الله تعالى. علماء العقيدة التوحيد يقول أن الطالب أول ما يبدأ بحفظ كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، لأن فيها الأدلة، ثم بعد هذا يأخذ نظم كهذا النظم سلم الوصول حتى يعني يراجع، لأن المراجعة أحيانا لبعض الكتب المطولة يعني قد تجد بعض الناس يمل، لكن النظم يجعل الإنسان ينشط. لكن المهم في التوحيد والعقيدة الرجوع إلى الأدلة، لأنه لا يمكن أن تنكر على الإنسان مثلا صنع شيء ذهب للقبور وكذا، تقول فليت الشعري من أباح ذلك وأورق الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام، لا يصلح هذا في الردع المخالف. لكن تستطيع أن تستحضر الأدلة، معتقد أهل السنة والجماعة وغير هذا. القارئ دعا لي ولم يدعني في الحضور، الأصل أنك تدعو للجميع، سواء كان المؤلف أو المدرس، كذلك الحضور يعني تخصا بدعوة. نعم، فلو تعيد أحسن حتى نمشي طريقة واحدة. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين، قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم، طريقة أهل السنة والجماعة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، أنهم يعني إذا ذكروا الله قالوا سبحانه وتعالى أثنوا عليه، وإذا ذكروا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صلوا وسلموا عليهم، ذكروا الصحابة ترضوا عنهم، ذكروا العلماء الأموات ترحموا عليهم، والأحياء يقول حفظه الله. ولو اضطر إنسان إلى الكلام أو نقل كلام لرجل ليس من أهل السنة ولكن اضطر لنقل الكلام عنه، فماذا يقول؟ يقول قال فلان عفى الله عنه، دعا وتبرأ وسلم. من أن بعض الناس قد يقول أن فلان يتبنى مذهب هذا العالم الذي فيه وفيه وفيه، يبدأ العلماء رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، اقتداء بعلماء السلف رحمهم الله، تيمنا وتبركا للبدء بسم الله، لان كل شيء يذكر عليه اسم الله تحريف البركه، واستئناسا بحديث وان كان لا يصح. ويبدا كذلك العلماء بالحمد لله، اقتداء بالكتاب العزيز اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب العزيز اول سوره في القران الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح ان الحمد لله، واقتداء بعلماء السلف، وحمد الله موجب لبقاء النعمه.
فيحمد العلماء في أول الكتب لأن الله سبحانه وتعالى أنزلهم هذه المنزلة وهي منزلة وراثة الأنبياء، ويحمد في آخر الكتب لأن الله أتم عليهم النعم. الحمد هو ذكر المحمود بجميع الصفات على وجه المحبة والتعظيم للثناء، لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. ما الدليل أن الحمد غير الثناء؟ الحديث القدسي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة والحمد، نعم، وحمد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه المنزلة وهي منزلة ورثة الأنبياء. الطريق الموصل إلى الله طريق واحد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الطريق الموصل إلى الله طريق واحد، من طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الصالح. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. نعم، الله سبحانه وتعالى منفرد بأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، توحيد الأسماء والصفات سيأتي معنا بإذن الله تعالى. نعم، هذا النظم يعني تقريبا نظم المؤلف فيه الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والعقيدة الوسطية، وسنشير إلى هذه المواضع بإذن الله تعالى. نعم. قال رحمه الله الحمد لله مباشرة مباشرة على الأبيات، خلي الدعاء بعد إن شاء الله. نعم. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. نعم، قلنا الحمد لله موجب للقائل النعمة. نعم. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. نعم، لأن العبد لا بد يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. في كل صلاة نقرأ الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين الجمع بين الشرع والقدر، جمع بين الشرع والقدر، فاعبده وتوكل عليه. كيف؟ تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم وكتم مقادير كل شيء، ومع هذا تعمل كأنك تقول يا رب أنا أجمع بين إيماني بعلمك للأشياء والله سبحانه كتم مقادير كل شيء، ومع هذا أعمل، تجمع بين الشرع والقدر. نعم. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد. شهادة الإخلاص، الشهادة تكون على شيء مشاهد. ولماذا نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ عندما تشهد أن لا إله إلا الله من شروط لا إله إلا الله اليقين، وضد اليقين الشك، يعني تجعل الغيب كالشهادة. تشهد يعني أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي أن لا إله لا معبود بحق، لا إله إلا الله تقوم على ركنين، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. لا إله لا في جميع معبد من دون الله إلا الله مثبتا عبادة الله وحده لا شريك له. نعم، شهادة الإخلاص. نعم، شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوم سوى الرحمن. نعم، لا معبود بحق. ولو قال قائل معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا معناه جعل كل ما عبد من دون الله إله. إذن لابد في لا إله إلا الله لا معبود بحق، لأن كأنك تقول كل ما عبد من دون الله عبادة فقط، والمستحق للعبادة هو الله. إذا لابد في لا إله إلا الله من ركنين، كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. نعم، بالحق ما له سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. نعم، ولا يعبد إلا كامل الصفات سبحانه وتعالى. وأن خير خلقه محمد من جاء بالبينات والهدى. نعم، أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام نبينا من جاءنا بالبينات. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو هدى وجاء ومع الهدى، لكن أي هداية؟ لأن الهداية عندنا هداية دلالة وإرشاد، هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد إذا ساروا على ما ساروا عليه الصلاة والسلام. والدليل
وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. أما هداية التوفيق هذا لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من باب أولى. إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. رسوله إلى جميع الخلق النور والهدى ودين الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي بعث إلى قوم خاصة وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة. ما معنى هذا؟ إلى جميع الخلق بل إلى الثقلين الجن والأنس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر كائنا من كان يهودي نصراني مجوسي. وجاء ذكر هذا في نواقض الإسلام. نعم. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. نعم. لا فالهدى ذكرنا الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء. مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب يوم الآخر. إن الدين عند الله الإسلام العمل. إذا الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. الحق ضد الباطل. نعم. صلى علي ربنا ومن جدى أولاد والصحب دواما سرمدا. الصلاة من الله من أحسن ما قيل فيها ما جاء عن أبي العالية كما ثبت في البخاري تعليقا أن الصلاة من الله ثنوعا صلى عليه في المال الأعلى. صلى الله عليه آل النبي عليه آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباع يدينا لأن الآل إذا أطلقنا الآل المراد بهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون من أتباع الأدينة. نعم. لكن إذا قال الآل الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم ومواليهم. نعم. والآل والصح جمع صحابي وهم مجتمع من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما تعالى ذلك ولو تخللت فرد على صح الأقوال. نعم. دواما سرمدا. نعم. بعد أن جاء بالبسملة والحمدلة جاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب لهداية هذه الأمة. كل خير يلحق هذه الأمة سبب النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد من ذكر عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعد هذا النقل في الوصول لمن أراد منهج الرسول. نعم. الآن أراد أن أبين لك هذا النظم في ماذا. من أراد منهج النبي صلى الله عليه وسلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. نعم. وقيل أن الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى طلب من الشيخ حافظ أن يكتب نظم في الأصول. نعم. أصول المعتقد. فقلت ما عجزي وما إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. نعم. نقول ما عجزي وما إشفاقي وهذا فيه تواضع المؤلف رحمه الله تعالى وقال لابد من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. نعم. على ما ترخينا من الإبانة. نعم. قال رحمه الله مقدمة تعرف العبد ما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبي آدم وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. هذا لا يشك فيه أحد لكن الإشكال كل الإشكال في العمل. تسأل أي إنسان لماذا خلقنا؟ يقول للعبادة. ما الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب الإشكال في العمل. لو جاء إنسان مثلا أخذ الجوال وفتح القارورة الماء وأخذ يشرب هكذا يعني يشرب إيش نقول عنه؟ مجنون. لا يدري أن هذا الجهاز صنع لماذا؟ شرب الماء للاتصال. طيب خلقت أنت لماذا؟ للعبادة. فإذا اشتغلت بعبادة الله سعدت وإذا اشتغلت بغير العبادة مجنون. خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أي إنسان مسلم تسأل مسلم موحد نعم ما هو التوحيد؟ إذا قال لا أدري شهادة زور. مشرك يقول أعوذ بالله أنا لست مشرك. طب ما هو الشرك الذي حرم الله عليك؟ إذا قال لا أدري شهادة زور. وقد يكون وقع حتى في الشرك الأكبر وهو لا أدري. إذا أهم شيء لا بد أن نتعلم التوحيد
ونعمل به وندعو به، ولابد تعلم الشرك حتى نحذر منه ونحذر منه. نعم. بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ليعبدوه وبالإلهية يفردوه سبحانه وتعالى. التوحيد الألوهية هو التوحيد الذي تخاصم فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار الذين بعث فيهم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. أقروا بتوحيد الربوبية وحصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم خصومة في الألوهية في العبودية. نعم. أخرج فيما قضى من ظهر آدم ذريته كالذر. نعم، أخذ الله سبحانه وتعالى العهد والميثاق على بني آدم عليه الصلاة والسلام بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. نعم. وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بغير غيره. نعم، فإذا كان هو الرب لابد أن يكون هو المعبود، المنفرد بالربوبية لابد أن يفرد بالألوهية. الحمد لله، لماذا؟ رب العالمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم. نعم.